أعزائي المشاهدين، أجمل صباح على عيونكم، أجمل مساء على عيونكم جميعا. حلقة جديدة وبرنامج جديد ويوم جديد ورؤية جديدة إن شاء الله. أجمل التهاني من قلبي وعقلي لكل المسلمين وكل الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها بالعام الهجري الجديد. أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات. وما زال الفن متربع على عرش رؤية جديدة، ما زال الفن والشعر متربع على عرش برنامجكم الجميل رؤية جميل رؤية جديدة. طيب النهارده معانا ضيف عزيز علينا، استاذ محمد الششتاوي الحبيبي، محامي حر وشاعر حر، وهنتعرف عليه بالتفصيل وعلى كلماته حالا. صباح الخير. صباح النور. اخبار حضرتك؟ تمام إيه؟ الحمد لله ربنا يخليك. تمام الحمد لله. ايه الاخبار؟ تمام كله تمام. متاكد؟ الحمد لله. انا قلت استاذ محمد الششتاوي الحبيبي، مزبوط. محامي حر وشاعر حر، مزبوط. اربط لي الاثنين ببعض. لازم المحامي يكون حر ولازم الشاعر يكون حر. طب مش المحامي مرتبط بالقانون؟ ازاي يبقى حر؟ حر لانه هو حر في انه يختار العمل اللي عايز يعمله، يرفضه ويوافق بيه، هو حر. تمام. طب وشاعر حر يعني ايه؟ شاعر حر يعني بيقول اللي هو حاسس بيه بحريه. قبل الهوا قلت لي جمله غريبه قوي وخلتني اكتبها عنوان للحلقه بتاعتي، احاسيس جسدتها كلمات. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ دي الحقيقه، هو الموضوع كله في احساس انا بحسه بعد كده بكتبه، يعني بعيش فيه بعدين بكتبه، هو ده الموضوع. مخرجنا الجميل مجهز لك ويلكم حلو قوي ومنزل لك صوره حلوه على الشاشه نشوفها مع بعض، وبيقول لك عرف نفسك على الشاشه وهي موجوده. هتعرف؟ هحاول. هنحاول. معانا استاذ وليد وهيجيب لنا اهو. ايه الصوره دي بقى؟ احكي لنا تاريخها وعرفنا بنفسك. يعني الصوره دي من حوالي 4 سنين، كنت في مدينة إنا. أنا بحب المدينة دي جداً وليا فيها أخوات كتير، وكتبت حاجة. يعني حكايتك مع الصورة اللي أصرت إن هي اللي تنزل؟ إيه بقى حكايتك؟ يعني كتبت حاجة اسمها قلب زمان. تفضل نسمعها. حاضر. عايزين تعرفوا مالي؟ ده أنا حاجات كتيرة قلقاني، لا وكمان قلقاني نفسي مكتوم ومش طايق أنا الكتمان. بيعدي يوم وراه يوم وأنا عايش بقلب زمان، ولا دريان ولا مكذوب، كما العاشق في عشقه يدوب ويدوب ترمش عينيا. بيعدي كتير عليا من غير ما ياخد بالي. عايزين تعرفوا مالي؟ ده انا حاجات كتير قلقاني، وقلقاني مانيش شايف مع ان عيني مفتحه، ولا خايف وشمسي ماشيه مروحه، ولما اتمنى اكون سرحان معرفش اسرح، وكتير بسرح وبطير ولا بفرح، وانا عارفني مش هادي ولا بعرف اكون عادي، لكن راضي وأيامي عليا شهود، محلمتش أكون موعود، وفرحي فرحي ما له حدود بضحك الطفل ندهالي. عايزين تعرفوا مالي؟ تنا حاجات كتيرة قلقاني. جميلة 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 بجد. أول مرة أقعد قدام شاعر ويعرف يعرف نفسه بالطريقة دي. أحسنت. مرسي. شكرا. عايز أسمع كلمات عن الحب بقى. بعد مالك عرفني على الحب. هو الحب حاجة كبيرة أكبر من إن يعني نحن إن إحنا نقدر نقول عليه، بس هو الحب اللي إحنا عايشينه أنا بحس إن هو فيه فلسفة أكتر. فأنا هقول لحضرتك، بلاش نخش على شغل بعض بقى وتقولي فلسفة. هقول لحضرتك، كلمني على الشعر. هقول لحضرتك شعر. تمام. هقول لحضرتك حاجة اسمها يومين في السنة. بس أنت كل قصيدة بيبقى ليها عندك عنوان، قول لي العنوان وبعدين قول لي القصيدة. العنوان انا عايز اقول لحبيبتي حاجه من خلالكم، يعني هي شايفانا دلوقتي؟ اكيد طبعا. طب تمام. فهقول لها قولوا لحبيبتي ان انا عاشق، وعشقي ريحته وطمع وطموح، ولو انكتب اني افارق بعيش وانا مفرقاني الروح، وكمان قولوا لها ان بعدها رسم في قلبي طريق مانع، دقاته تنطق في غيابها إلا وهو يدوب راجع. قولوا لحبيبتي إن أنا عاشق.
وهي عارفة ان انت عايش وهي عاشقاك هي انا كمان. اقول لكم بقى حاجة عن الحب بقى. ايوه يعني هي حاجة اسمها يومين في السنة. هو كان دايما بيهمني يعني موضوع الناس اللي بتسافر وتتغرب وتسيب طب بتفكرني اهليها. بزمان لما كنا بنعشق المصيف عشان نقابل الحبيب والحبيبة هناك يومين في السنة بتسيب اهلها وتيجي وتسيب يومين. الناس كلها لا وتروح. بتيجي يومين في السنة، يعني مش يومين، يعني يجي اسبوع يجي شهر ضيف، يعني تمام. بيبقى ضيف خلاص يعني. فهي المحبوبة اللي بتقول لحبيبها يعني بتقول له هو ده اللي يقدرك عليه ربنا يومين في يومين في السنة. السنة، هو ده اللي يقدرك عليه ربنا يومين في السنة، أنا معاها على فكرة. ياللي عارف إن يومي في البعاد سنين مش ساعات، اللي غطى وزاد قلبي تملي سامع هدومي لما بتنادي بحنين على الذكريات. وده يبقى حالي من غير لقى، قول لي انت بقى مين فكرك بيا انا يومين في السنه، هو ده اللي يقدرك عليه ربنا. واستنيت بامل عاجز عجزه في انتظاره، ما بين يا ريت وما بين جايز قضى ليله ونهاره، وسمح لصوتي بقسوته يجرح سكوتي ورقته، ويسدل الصبر ستاره بيا ليل يا عين موال حزين على غربتك في العنوانين، إذا كان هناك ولا هنا يومين في السنة. يومين في السنة جميلة. وأكيد هترد مرسي، عليها شكرا. وتقول لها حاجة لما قالت لك كده؟ أكيد رديت عليها، هو أنا قلت لها في الأول، قلت قلت لها لها يعني ده كان رد. ده كان رد. طيب أنا عرفت كده واستشعرت من حضرتك إنك ليك رؤية جديدة باسم البرنامج بتاعنا، ليك رسالة جديدة فعلا بتقدم بيها كلماتك. فعلا دي حقيقة. وهي جت الموضوع ده يعني سنة 2014، كان أول مولود ليا بقى عنده سنتين. ما شاء الله. فبصيت له كده لقيت نفسي بقول له دقق نظرك يا ابني شوية، ولما يقابلك ناس مش هي عدي غني، ولحنك يا حبيبي خلي ألف مقام، بس اوعى يا عمري مع الأيام تنسى تبوسني أنا أو صورتي قبل ما هتنام. واسمع مني هقول لك فكرة، احلم انسى حب في بكرة يا ضي عينيا، دقق نظرك يا ابني شوية، ولما يقابلك ناس مش هي افرح، خلي الفرح يقول للحزن ملكش مكان، انجح بس اوعى نجاحك ده ينسيك انك انسان، حس بغيرك صحي ضميرك بالإحساس، كتر خيرك وسعد دايما أضعف ناس، أصلك شبهي وجواك قلبي وكل أحلامي في ضي عينيك، فرحك أملي ومعاك عمري لو قدامي مش هيغلى عليك، ربي يخليك طول ما أنا عايش خلي إيديك دايما في إيديا، دقق نظرك يا ابني شوية. اللهم بارك، ربنا يبارك فيه يا رب ربنا وتشوفه يخليك. أحسن هي رسالة ناس. لكل أولادنا يعني مش طبعا لابني بس. طبعا. بس ليه حضرتك وانت بتقول قصيدة حب، بتقول قصيدة لابنك أو رسالة لابنك زي ما وجهتها، ليه حزين؟ إيه السر؟ ده مش شجن، ده حزن. هو الشجن 90% بيجي من الحزن. حتى لما بنفرح بندمع وبنعيط، بنفرح بشجن، بنفرح بشجن، الحقيقة خايفين على الفرحة تروح. بنفرح بشجن. يمكن هو انا قلت حاجه صغيره خالص خالص ايوه عن الموضوع ده. ايوه بس استدراجه. حاجه صغيره خالص يعني ما فيش، يعني هو بيت صغير يعني، تمام. بس بقول يعني يا عيني علينا. طيب ماشي، انا دلوقتي في مفاجاه عايزك تقول الو الو وتشوف المفاجاه الحلوه دي ايه. الو لا عندي صوتك، قول الو كده الو جامد. الو 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 السلام عليكم. الو ده مصطفى خالد. وعليكم ايه ده السلام. عرفت كده عبد عرفت الله ازاي؟ الشاعر في الدنيا حبيبي مصطفى، اخويا الكبير وكل حاجه في حياتي، هو واختي هم كل حاجه في حياتي استاذ طبعا. مصطفى. الله كلمنا عن استاذ محمد كده في البيت، اخباره ايه؟ محمد اقدر اقول لك ان هو من اطيب الشخصيات جدا، هو واضح عليه فعلا. وشخصيه رومانسيه جدا، حبوب، بيحب اهله جدا، ودود، بيصون
اللي هو بيسموها ايه، صله الرحم جدا مع جميل. اهله مع اخواته مع الدنيا كلها ومع اصحابه. ما شاء الله ما شاء الله. شخصيه حساسه جدا، شاعر جميل جدا بجد. انا مش علشان اخوه بس، انا مهما اقول عنه بجد هو انسان جميل جدا، وبتمنى له بجد التوفيق وربنا يسعده في حياته يا رب. احنا مبسوطين جدا. لكن بقى علشان اقول، هو كاتب حاجه قديمه جدا لبنتي الكبيره نادين اول ما اتولدت، بيفكرك بحاجه. اتمنى ان هو يقولها بقى على الهوا دلوقتي. لا احنا عايزين قبل ما يقول القصيده، عايزين حضرتك تقول لي ايه القصائد اللي هو بيتحفكوا بيها، يعني اثناء مولود بيعمل القصيده ولا ممكن في يوم تاني يقول لك لا ماليش مزاج؟ لا هو محمد بيتبع احاسيسه يعني الشعر بتاعه كله بيكون حاجات حساسه، يعني ما بيقولش يعني قصيده كده قصه عايشه، ما بيقولش حاجه كده وخلاص. أو هو فعلا هو اكد على الموضوع ده، بيعيش الحدث وبيعيش القصه وبالتالي بيقدر يكتب فيها. استاذ مصطفى، ايه النصيحه اللي تنصحها له النهارده على الهواء قدام الناس كلها؟ اقول لمحمد اوعى تيأس، انا متاكد انك انت هتوصل في يوم من الايام وهتبقى شاعر كبير. هو بالفعل شاعر جميل. نفسك ويخلي عندك ثقه في كلماتك، وان شاء الله هتقدم حاجات كويسه وجميله، وان شاء الله هتعجب كل الناس. شكرا استاذ مصطفى لمكالمتك، تحياتي لحضرتك. قول لنا بقى الاول، نرجع تاني للي انت القصيده الصغننه بتاعت الحزن والشجن، وبعدين نرجع لبنت اخوك الكبيره وتقول لنا قلت لها ايه. الحزن والشجن هو الحاجه الصغيره. بقول لما حلمت كنت في حلمي زي الطير بالطير متهني، بس صحيت على ألمي أسير من همي بغني، أسمع صوتي زي الناي يصرخ قلبي كأنه كمان بيسأل روح الشهد إزاي مر في حلقي من الأحزان. هي حاجة صغيرة يعني. طب احنا هنحول المر ده لبونبوناية حلوة البنوتة بنت أخوك. هي كانت أول فرحتنا في البيت، هو مصطفى ده أخويا الكبير، كانت أول فرحتنا نادين. فما اتولدت لقيت نفسي يعني بقول لها، هو الطفل الأول في العيلة ليه فرحة كده ومميز. لقيت نفسي بقول لها حبيبتي يا نادين يا روح عمك وخالك، ما تقولي لنا بس مين في الدنيا دي في جمالك، نور عين عمتك دايبة في محبتك، قلبها من الفرحة يرقص لو لمحت ضحكتك، وتغني تغنوتك وتقول يا رب بارك. حبيبتي يا نادين يا روح عمك وخالك، ولما تقولي جده محدش يبقى قده يقوم يصلي فرضه ويدعي رب بارك. حبيبتي يا نادين يا روح عمك وخالك. هي كانت من اول الحاجات اللي كتبتها لما ربنا رزقنا بيها. نادين قد ايه دلوقتي؟ نادين ما شاء الله دلوقتي خلاص في ثالثه جامعه. ما شاء الله. يا بختك يا نادين. هي زمانها دلوقتي سامعاك وفرحانه بيك. وانا انا انا يعني سر إلهامي في حياتي كلها أختي. هي اللي بتشجعك؟ هي سر إلهامي في حياتي كلها أصلاً. هي بتعيش الحدث بتاعها وتتحرك. هي كل حياتي بالنسبة لي، أختي دي كل حياتي. هي أصغر مني بسنة بس هي كل حياتي. ربنا يخليكم لبعض. ربنا يخليك. ربنا يبارك ويخليكم لبعض. عايزة قصيدة كده بتعبر عنك، عنك أنت، عن شخصك، نعرف مين هو أستاذ محمد الحبيبي. أنا مريت بحاجة، كنت عايش في بيت حوالي 45 سنة طول عمري، والبيت ده فجأة ما عادش موجود يعني، فأحزنني جدا يعني، لأن كان فيه كل ذكريات أهلي وحياتي كلها يعني. فجالي حاجة كده اسمها مالك. بقول إيه يا فرح مالك، بقالك زمان لا فيا سألت ولا جيت على بالك، خليتني فيك سرحت لما بقيت ملهم عتابك مالك، ده انت عامل مش شايفني ايه حكايتك، امتى بس الدور يصيبني وابقى جملة في روايتك، ابقى كلمة ابقى حتى ان شاء الله حرف ومش مهم في كلامك مالك. مالك ايوه عارف ان بعدك عني فعلا مش غريب، هي دي عوايدك معايا من زمان، بس كنت تغيب تغيب والمحك لو حتى صدفة وانت رايح للجيران، لكن كمان البيت ما عادش ليه وجود، مملكني حزني ليل نهار،
حتى انت لو حبيت تعود هتلاقي بينا ما فيش عمر. وعليك انا مش هخبي كل الحكايه جوايا، سؤال واحتار كان ايه بس ذنبي انا وقلبي عشان معايا ده يبقى حالك. مالك مالك مالك. ورجعنا لكم تاني وشاعرنا الجميل محمد الششتاوي الحبيبي، شاعر جميل ومؤثر ومبكي ومضحك، فهيخرجنا من المود اللي دخلنا فيه ويقول لنا الطريق. قول لي الطريق بقى. هو انا احنا لما بنبقى ماشيين في الشارع بنشوف حاجات كتير قوي، بس احنا ما بنحسهاش، ما بنعرفهاش، ممكن بعد سنين نفهمها ونعرفها يعني. فالموضوع ده شغلني يعني، فقلت حاجة اسمها الطريق. الطريق كله مشاهد وليها معاني هنعلمها حين، تصبح علينا شواهد لما نعاني في العمر مع السنين. وعن حال غريق يا سائل لو كنت عاقل اسأل منقذين، وقول لي كام مرة شفت راجل ويا ست نالهم جنون، لصغيرهم يكون ضاع من يدهم، ولا عمرك فهمت قسوة الظنون، ولا ايه تكون عاملة في قلبهم، ولا لوعة الحنين. والطريق كله مشاهد وليها معاني هنعلمها حين، تصبح علينا شواهد لما نعاني في العمر مع السنين. الله عليك. ميرسي، شكرا. عايزة بقى للأب والأم. الأب والأم مفيش أي كلام ممكن أكيد مفيش أي كلام يقدر يعوضهم ولا يديهم حقهم، مفيش، بس نحاول نعبر كده. هو في حاجة اسمها ما بنامش ليه؟ ما بنامش ليه؟ صح كده؟ بس أنا سرقت حاجتك، يلا قولي ما بنامش ليه؟ ما بنامش ليه والدنيا من بعدهم نعسانة بكفوني، ما بنامش ليه سؤال وجعني يا من سمع رده عليه، والقلب ليه سيرة وسبقة ان الوجع واخد عليه. ما بنامش ليه، ما بنامش ليه والدنيا من بعدهم نعسانة بكفوني. اسمع يا خال انا اصلي رايح في قلب روحي، بيونسني الدلع بدموع عيوني، ياه عالجمال اللي في روايح ما تستحي تلمسني اسمع صوت من فاتوني. والدنيا من بعدهم نعسانة بكفوني، وشوف كمان يا عم تصاحبني صحبة ليالي، ويا ريت الضلمة ليل مستني نهار كانت تناجيه ظنوني. لا ده الخوف طرح لي هم من وعد أصله غالي، وهوية رد الجميل من غير كشف الستار تحكيه فنوني. والدنيا من بعدهم نعسانة بكفوني. ما بنامش ليه. الله ينور عليك، ألف رحمة ونور على كل غالي. يا رب. ممكن نشرب بقى حاجة كده؟ قولي بقى، هو أنت بتسمع صوت عقلك ولا صوت قلبك؟ هو يعني هو لازم الانسان يسمع الصوتين، كل حاجه لها وقتها، بس طبعا صوت القلب هو الحقيقه يعني. رديت عليا برد دبلوماسي وبعد كده رجعت تاني في كلامك. طبعا صوت القلب هو الحقيقه. طيب معانا تليفون ونشوف مين. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذه ابتسام. ايوه معاكي يا فندم. معاكي يا فندم، مأموريني. ازي حضرتك؟ انا استاذه ابتسام سيمي، بتصل بحضرتك عشان ارحب شاعرنا الجميل الاستاذ حماده الششتاوي. احنا اللي بنرحب بيك يا ابتسام. الششتاوي الحبيبي، تحبي تقولي له ايه يا ابتسام؟ طبعا بحب اقول له ان احنا طبعا من معجبين الشعر بتاعه، وطبعا هو انسان محترم وشاعر جميل، وان شاء الله احنا طبعا تنبأت له ان هو هيبقى في مكانه كويسه جدا ان شاء الله، وطبعا هيبقى ان شاء الله شاعر مشهور، وطبعا طريقه ليه وزقته على الفيس وكده، فعشان كده انا بتنبأ له يعني ان شاء الله يكون هيبقى
يعني شاعر مميز يعني ان شاء الله. ان شاء انا اول الله. مره طبعا اعمل مداخله في التلفزيون، بس طبعا استاذنا يعني او شاعرنا يعني معزه عندنا، عشان كده ان انا الله قدرت يخليك. يعني عملت مداخله. انت نورتينا بمكالمتك ومداخلتك، واكيد هو ليه غلاوه عند حضرتك ودعواتك ليه، وهو الحمد لله شاعر بكلماته واصيل بطبعه. نورتيني، شكرا لاتصالك. شكرا لاتصالك، ربنا يخليك. تحب تقول ايه لمعجبينك على صفحه الفيس، معجبينك في كل مكان؟ واستاذ وليد هينزل لنا كام شهاده كده من اللي موجودين معانا. هو انا اتشرفت بصراحه بان انا عرفت ناس عن طريق الفيس، ناس محترمين جدا. انا دخلت موضوع الفيس ده متاخر، من سنتين بس يعني، بس عرفت ناس محترمين وعرفت شعراء محترمين جدا 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 في مجلات على الفيس محدش يعرفهم، ناس محترمين جدا جدا، شعراء بجد يعني. واستاذه ابتسام انا اتشرفت بيها عن طريق الفيس برضو، انا من عشاق منير، فتعرفت عليها عن طريق جروبات منير يعني. انا بشكر حضرتك، شكرا. شرفتني بجد. شكرا. واسعدتني بكلماتك. شكرا. ودايما دايما في تقدم وازدهار. شكرا، ربنا يخليك. وبنشكر اعزائي المشاهدين على استماعكم لينا، ونرجو ان نكون قد اسعدناكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.